إذا مشاهدي قناة شوف تيفي، رجعنا معكم فهد مباشر من زاوية أخرى من ملعب الوزيز الخاص بفريق الرجاء البيضاوي، وهذه الوقفة الاحتجاجية ديال الجماهير اللي كتقدر بالمئات. إذا رجال الأمن يعني كيحاولوا أنهم يطوقوا الملعب ويحاولوا يبعدوا ما أمكن، يحاولوا يبعدوا ما أمكن الجماهير عن الملعب يعني تفاديا للاصطدامات. ومازال الجماهير كتحاج للمركب الرياضي الخاص بفريق الرجاء البيضاوي. غادي نحاولوا نمشيو نشوفوا زاويه اخرى من ملعب الوزيز. يعني كيف قلنا تواجد امني كبير وكبير جدا. من الرأي ديالي لا أظن بأن جمال السلامي غادي يقدر يكمل المشوار مع فريق الرجاء البيضاوي تحت الظروف اللي كيعيش فيها الفريق، لأن النتيجة غائبة والأداء غير مقنع بالمرة لفريق الجماهير فريق الرجاء اللي كيطالبوا بأداء أكثر جمالية، لأنهم كيتفكروا يوم المقابلة النهائيه ديال الدوري المحلي ضد فريق الجيش الملكي، ربما كانت البطوله غادي تمشي. كيقولوا بان الاداء غير مقنع وكيرجعوا الاداء للمدرب جمال السلامي، ولكن نحاولوا نذكروا بالايجابيات ديال جمال السلامي. هو مدرب مكون يعني كيعتمد على ابناء الفريق، يعني ملي كنتكلموا على ابناء الفريق ربما نقدروا نحسبوا نلقى واحد السته ديال اللعابه من ابناء الفريق. الرجاء غادي تستافد منهم في قادم الايام. كنتكلموا على زريده، كنتكلموا على مذكور، كنتكلموا على سابور، كنتكلموا على الظهير الايسر الاخر الاسم ديالو ما بقاش مفكرو، كنتكلموا على الاخ ديال الرحيمي. كاينين لاعبين شبان في دكات الاحتياط، يعني كاين اللاعبين كيعتمد عليهم عكس بعض المدربين اللي ما كيعتمدوش على التكوين، ما كيعتمدوش على ابناء الفريق، كيعتمدوا على اللاعب الجاهز اللي كيساوي الملايين ولو على حساب ميزانيه الفريق. اذا الوقفه ربما انتهت، دازت سلميه بدون مشاكل، دازت حضاريه بشعارات تواجد امني باش يحمي المحيط. كيف كتشاهدوا مغادرات الجماهير، واحد الجو احتفالي، جو رياضي، احتجاج سلمي. إذا كيف كتشاهدوا مغادرة الجماهير اللي قامت بهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، وأكرر السلمية. ما كان ما كانت حتى شي مناوشات، ما كان
لا سب لا قدس لا ضرب لا والو، كان الامور بخير ولا خير تبارك الله. اليوم كنحييهم، كنتمنوا بان فريق الرجاء البيضاوي انهم كنتكلموا على المكتب لفريق الرجاء البيضاوي انه يستجب النداء ديال الجماهير.